اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كالمعتاد باهم الاخبار. امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفال اكاديميه الشرطه بيوم الخريجين، وكرم سياده الرئيس اوائل كليه الشرطه وقلدهم انواط الامتياز من الطبقه الثانيه. كمان شهد الرئيس السيسي العرض العسكري وعروض القوات الخاصه وعروض الخياله. كمان يا منى، يمكن الاهتمام بالقضيه الفلسطينيه كان موجود بالامس زي ما قلنا، واستمر او كان مستمر على مدار 4 ايام، لكن امبارح كان في مكالمه هاتفيه تلقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاتصال ده كان من الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دوله قطر للتباحث حول اخر المستجدات في التصعيد العسكري على الساحه الفلسطينيه الاسرائيليه. وخلال الاتصال تم التاكيد على ضروره الدفع بقوه في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقه، وده استنادا الى حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعيه الدوليه ذات الصله. خلونا نعرف تفاصيل اكثر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين، وكرم سيادته أوائل كلية الشرطة وقلدهم أنواط الامتياز من الطبقة الثانية، كما شهد الرئيس العرض العسكري وعروض القوات الخاصة وعروض الخيالة. وامبارح حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية لأسر الشهداء وقال: مهم إننا دايماً نقدم التحية لكل أسر شهدائنا شهداء مصر، كل التحية والتقدير والاحترام ليهم، وعاوز أقول لكم كلنا في الدنيا ناس بتيجي وبتذهب، لها ما لها وعليها ما عليها، إلا الشهيد بتفضل الذكرى عطرة من أجل التضحية للوطن، وحرصت في كل حفلات التخرج للجيش والشرطة إن نسبة من أسر الشهداء تبقى حاضرة معانا تقديراً واعتزازاً وامتناناً لما قدموه لنا. امبارح حنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي خريجي طلبة وطالبات كلية الشرطة متمنياً لهم التوفيق بعد تخرجهم وحصولهم على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلهم لأداء مهامهم بشكل مناسب، وطلبهم الرئيس بالتعامل مع المواطنين في إطار تنفيذ واحترام دولة القانون الذي يحكمنا جميعاً. وامبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دوله قطر للتباحث حول اخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحه الفلسطينيه الاسرائيليه، وتم استعراض الاتصالات المكثفه الجاريه مع مختلف الاطراف المعنيه للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئه حقنا للدماء وحمايه للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناه انسانيه كبيره نتيجه استمرار العمليات العسكريه. كما تم تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استناداً لحل الدولتين ووفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة. امبارح وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف اللي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني. امبارح أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أهمية مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية اللي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 ل 25%، وده تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع. وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وما يتم اتخاذه من إجراءات توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وأن يشعر المواطن بذلك. وبالنسبة لأخبار المحافظات، في كفر الشيخ تم الإعلان عن حصول 48 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة، وفي المنيا تم إجراء 60,000 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار. ومن المنيا نروح لمحافظة أخرى وهي الدقهلية، لأن امبارح في الدقهلية تم الموافقة على إنشاء مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفي محافظة البحر الأحمر تحديدا مطار مرسى علم استقبل 25 رحلة سياحية من 8 دول أوروبية. ماذا حدث في باقي محافظات الجمهورية؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في كفر الشيخ تم الإعلان عن حصول 48 مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ليكون إجمالي المدارس اللي حصلت على الاعتماد والجودة في المحافظة 133 مدرسة. في بني سويف افتتحت المحافظة وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية بمنطقة 77 فدان بمدينة بني سويف شرق النيل، وده في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد. والوحدة بتشمل خدمات الاستقبال والطوارئ وطب الأسرة والأمومة والطفولة واكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمات تنظيم الأسرة. في المنيا قامت مديرية الصحة بإجراء 18600 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات خلال التسعة أشهر الماضية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المراحل العمرية خاصة الأطفال وكبار السن، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووفقاً للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. في الدقهلية أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الموافقة على إنشاء المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، وده في إطار تطوير القدرات الفنية والعلمية للعاملين بمختلف التخصصات كأحد أهم أدوات الاستثمار في المورد البشري. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 25 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 8 دول أوروبية تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. في الأليوبية أعلنت جامعة بنها عن انطلاق حملة توعية وحظر التدخين واستخدام التبغ في الحرم الجامعي وداخل إدارة الجامعة، حيث ستقوم الجامعة بتطبيق القانون الخاص بمكافحة التدخين داخل المباني المغلقة بالجامعة وعقوبات التدخين على كل المنتسبين للجامعة في الأماكن المغلقة 50 جنيه ولا تزيد عن 100 جنيه. في الإسكندرية افتتحت المحافظة المركز المتكامل للحساسية الصدرية للأطفال والكبار بوحدة طب صحة الأسرة بسان ستيفانو، واللي بيعد أول مركز متخصص بشراكة مجتمعية يخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان، ويستهدف توفير خدمة طبية بجودة عالية ومتميزة يشرف عليها فرق طبية من المتخصصين في أمراض الحساسية.